هذا سائل يقول: أنا أقيم في الرياض وقصدت العمرة، إلا أني نويت أن أحرم من جدة لأني أردت أن أمكث فيها قبل القدوم لمكة، وبالفعل أخذت يوما في جدة وأحرمت من جدة وأتيت مكة، فهل علي شيء؟ أخطأت في هذا، الواجب عليك الإحرام من الميقات، ما هم من جدة، من الميقات اللي مريت عليه. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، أنت من أهل الرياض تحرم من السيل إذا حاذيتها أو مررت به، فأنت أخطأت. وما دمت أنك أحرمت من جدة كن عليك فدية، العمرة صحيحة لكن يكون عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم.